رؤيا الخير هي حملة جاءت لتسليط الضوء ومد يد المساعدة والمعونة للأسر المحتاجة والفقيرة، تنظمها قناة رؤيا بالتعاون مع عدة جهات داعمة. في اليوم 13 من أيام الشهر الفضيل نروي لكم قصة السيدة أم ياسر. حالتنا تعبانة، يعني ما في يعني معين يعيننا إلا رب العالمين. عندي 7 بنات وبنت جوزي 8 و5 أولاد وأنا وجوزي. ما شاء الله. ومن وين بتصرفوا عليهم؟ والله من هان ومن هان، يعني رب العالمين. يعني دخلكم الشهري قديش؟ والله ما في دخل المزبوط. في من ضمان، في من التنمية؟ لا والله ما في. لا والله والله بنيت المطبخ اللي هذا، قلت بدي اغير اقلب المطبخ من هنا، والله ما هي صار له بيطلع سنه، والله ما انا قادر اسوي، سكرت بلبن ما في، شو بدنا نساوي؟ والله ثلاجه داري ما فيها، حرم عليها، ولا غساله. كيف صحه جوزي؟ هاي زي ما انت شايفيته عمره 85 سنه، ما يعني شو عمليه فتح قلب، والله ما بيشتغل ولا بيعتمد، يعني الشك والغير الله مذله.